لا أحد ينام في الأسكندرية، بل في مصر والله لا أحد ينام في الأسكندرية. ده عنوان لإحدى روايات ضيفي الكريم الروائي المبدع والصديق العزيز الكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم عبدجيد. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا زمان، مشكور جدا. أنا عارف بقى، وأنا سعيد بأن حضرتك قبلت دعوتي. وأنا كمان والله سعيد رغم درجة الحرارة إيه 4 و5 دلوقتي. سعيد جدا باللقاء معاك. معلش خلينا نبدأ. وأنا بحاول حضرتك النهاردة، عندنا ظرف صعب قوي يا أستاذ إبراهيم. صحيح. مصر يعني ربما لم تمر في تاريخها صحيح بأن كل حدودها مهددة، يعني صحيح. بل كيان الدولة مهدد. في قراءات حضرتك عبر التاريخ، مصر مرت بظروف صعبة بهذا الشكل؟ ما اعتقدش. يعني حتى في العصور القديمة لما كان بيبقى في غزو اجنبي او كده، كان تقريبا يعني بيبقى الحرب على الحدود بين الحكام اللي هم اصلا كانوا غرباء يعني، وخصوصا بعد انتهاء الدولة الفرعونية يعني، وبين اللي جاي يعني. وكان الشعب المصري لان هو عودوه انه ما يشتغلش في السياسه، فكان مالوش علاقه يعني، الا بقى يعمل شويه ثورات كده عشان مصالحه الاجتماعيه او بتاع. الوضع بتاعنا ده صعب جدا، لانه يعني مشكلته مش ان دوله قصاد دوله، مشكلته انه في وسط نظام عالمي اسمه العولمه. نعم. فالنظام العالمي اللي هو العولمه يعني دلوقتي، ما تقدرش تفصل اي مكان في العالم عما يحدث في اي مكان تاني. فاحنا مش بنواجه عدو بس على الحدود، احنا بنواجه كمان عدو خارج الحدود، ممكن يكون بيمول، بيشجع، بيتكلم، بيعمل، ما تعرفش اهدافه ايه بالظبط. فانت يعني محاصر سياسيا وعسكريا ونفسيا كمان، لان في ناس طبعا ممكن تتضايق من هذه الاوضاع يعني. ان طب هنعمل ايه؟ ما هو انت ممكن تتضايق من هذه الاوضاع، لكن هو وضع هيمر بسلام، بس هو شرطه انه يمر بسلام. ايه بقى علشان نقدر نواجه هذه الحرب الشرسة؟ الشرط الكبير انه يمر بسلام، ان يبقى التناقضات اللي داخل المجتمع المصري مش هقول لك انها تنتهي، تخف بقدر الامكان. زي ايه يعني؟ مثلا هقول لك حضرتك على حاجه. احنا مثلا عندنا من في الداخل في ناس ماتت في مظاهرات او في غيره، وناس اتحبست وناس كده وفقا لقانون التظاهر، وده قانون غير دستوري، وتسبب في احتقان بين الشباب وبين السلطه الحاكمه. نعم. الشباب بالذات يعني، الشباب بالذات هو الاحتقان عنده اكتر. ما تبصش للمحبوسين يعني، الشباب بشكل عام يعني شايفهم في هذه الفتره مش موجودين. لا، هم في المساله الوطنيه موجودين. نعم. لكن المساله الوطنيه بتنتهي يعني. في المساله الوطنيه لما تشوف مثلا استطلاعات الراي، وده انا بثق فيها يعني المره دي ولحد كبير بثق فيها، ان 76% كانوا مع الضربه الجويه على ليبيا. نعم. وده معناه ان في عدد ضخم جدا من الشعب المصري موافق يعني. لكن المساله الوطنيه بتخلص يعني، الضربه وانتهت. بتغيب عن الذهن شويه ويعود الناس للمساله الداخليه. فتلاقي مثلا امبارح حصل مثلا حريق في الاستاد. نعم. والجرايد لما طلعت امبارح واتكلمت كلها قالت ان هو ماس كهرباء. النهارده اللي قالت لا، انهم لقوا يعني علب جاز، ولقوا بتاع صواريخ وبقايا. عمليه ارهابيه. عمليه بشكل او باخر ارهابيه. بس انت لما تيجي تحط، هي ارهابيه طبعا، لان السلم، انا بخشى ان السلم، النزعه السلميه، واحنا ليه ما بقيناش زي سوريا والعراق؟ لان النزعه السلميه منذ ثوره يناير هي الغالبه. النزعه السلميه، النزعه السلميه لكل هي الغالبه، للفئه الاعظم، هي الغالبه بقى على الشعب المصري وعلى الشباب المصري. لكن ما تضمنش ان يطلع منهم حد ينضم للناحيه الاخرى. يأسا. تخاف على يأس الشباب؟ فانا خايف منه. ليه؟ لان زي ما الثوره اتهمت بان هي ما عندهاش برنامج وما عندهاش تصور، اذا برضو ممكن الناس اللي عملت الثوره دي يبقى ما عندهاش تصور ان الارهاب ده لا يقيم وطن، ان الارهاب ده تخليص حق.
دي مسائل نفسية لازم تتحط في الاعتبار، وهي سهلة جدا يعني مش سهلة. يعني احنا لازم نتوقف شوية عن القوانين اللي بتثير الشبهات. يعني مثلا في قانون صدر امبارح او مش صدر ما انتهاش يعني ولا سامح مجلس الدولة، ان من حق المحكمة ان لا تستمع للشهود. طب ما بلاش بقى محكمة اصلا، يعني بلاش محكمة اصلا. يعني في احد القضاة نسي اسمه قال كده، على حتى على كده بلاش محكمة الجنايات اصلا، يعني واخد بال حضرتك. كل ده بيعمل احتقان في الداخل. فاحنا عاوزين طبعا، هو لا يمكن الشعب هيتفق على حاجة واحدة الا في المسألة الوطنية، المسألة الاجتماعية انا بتكلم على المسألة الاجتماعية بس. عاوزين بقى الاتفاق على المسألة الوطنية ما يبقاش 76%، عاوزين 99%. فازاي نخلي 99% ان احنا نشيل الاحتقان اللي في الداخل ده شوية؟ يعني الشباب، الشباب هو ده المهم، لان صعب جدا ان توائم كل هؤلاء الشباب في سكة واحدة، يعني صعب جدا جدا. واذا كانوا ساكتين فبيسكتوا، وفيهم طبعا مش كلهم يعني فاهمين الثورة وكله، بس حاسين بال يعني انهم مظلومين بشكل او باخر. يعني واخد بالك، يعني لما تشوف مثلا صور الولاد الصغار اللي في السجون مثلا، يعني واحد في اسكندريه جايبين صورته، انا ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس هي صوره متداوله، يعني عنده 15 سنه واخد 3 سنين او 5 سنين وشكله حلو. ما ينفعش، ما ينفعش. يعني انت ممكن تجيب ابوه يمضي على ورقه ان ابنه ما ينزلش سهرات تاني وخلاص. يعني في حلول سهله بدل سهلة يعني. بتزود الاحتقان. اه يا بتزود حاجات سهله جدا يعني، واخد بالك. يعني الاطفال دي كلها ممكن تجيب اهاليها تمضي على ورقه انهم ياخدوا بالهم من اهلهم، ما حدش يضحك عليهم يديهم فلوس، او ما حدش كذا، او ما حدش كذا، او ما حدش كذا، وهكذا يعني. فهو ده اللي هو ده الجانب الاكبر يعني في المسائل الاقتصاديه. هتاخد وقت جامد، الاجتماعي هتاخد وقت جامد، التعليم هياخد وقت جامد، الازهر هياخد وقت جامد، مش في يوم وليله. احنا بنحصد حصاد 40 سنه، 40 سنه من العمل المضاد للمصريين. يعني في ال 40 سنه دي كل اللي بنحصده دلوقتي هو انتاج 40 سنه فاتت. فلما نيجي نطلع نقول ان هو وحش، يبقى لازم حد يقول لنا ان هو وحش، ما يبقاش هو حلو وحش في الكلام. والحقيقه مش كده يعني، الكلام حلو لكن الاحداث او القوانين اللي بتطلع مش كلها طبعا، بس في قوانين بتبقى تنتشر جدا زي القانون اللي قلت لحضرتك عليه دلوقتي، تثير علامات استفهام. علامات استفهام، انت عاوز البلد وتحس ان في حد بيفخخ الناس الدوله، مش هتتجمع بالقوه. يعني عارف مثلا في ناس في تفسير مثلا الناس اللي بتروح لداعش، وانا عندي تفسير زي كل الناس إيه؟ ان ده الفكر الوهابي السلفي تمكن من اعداد كتير من البشر، وده فكر الوهابي السلفي المتطرف جدا. يعني هم بيعتبروا الاخوان كفره كمان يعني، وبيعتبروا جبهة النصرة اللي هي زيهم كفرة، داعشين طالبان قال كفرة. يعني هم يعني اعلى درجة من درجات الخوارج، يعني الحكم لله عندهم اعلى درجة من درجات الخوارج. نعم. لكن في ناس بتروح يأس، اليأس هو في ناس بتروح يأس احد الاسباب اللي تجذب الشباب. في ناس بتروح يأس ما عندهاش شكرا الحاجة، ولما تروح لك بقى يدخلوهم في الدولاب بتاعهم، يعني بيدخلوه في الدولاب بتاعهم. يأس من ان هو مش شايف امل في بكره، ولا ما حدش بيحتويه يعني. مش شايف امل في بكره، ما حدش بيحتويه، اسرته كلها حد منها مات كتير، حد منها اتسجن كتير، كل ده عامل سيء، عامل سلبي. يعني كل ده عامل سلبي يعني، لان في حاجات بتحصل علاجها الحوار. يعني علاجها الحوار، شاف الحوار بعافيه؟ بعافيه خالص، يعني بعافيه خالص. مين يعمل الحوار؟ الحوار انك انت يعني هقول لك على حاجه، يعني مثلا يوم شيماء لما اتقتلت في شيماء الصباغ الشهيد، الصباغ راح، انا مش في الحزب ولا لي علاقه بالحزب، بس اعرف كل الناس اللي فيه كلهم اكبر مني في السن، شوف انا عجوز قد ايه هم اعجز مني، ولابسين عصيان وماشيين. فلما راح يكلم الضابط ان احنا رايحين مثلا جايين 200 واحد او 100 واحد او حاجه، الحزب كله 200 او حاجه، وهنروح عند خمسه واربعه يروحوا لميدان التحرير، كان قال له ماشي روح اربعه بس، ما حد اقعدوا وقفوا هنا وقفوا اربعه، كانت خلصت وانتهت القصه. ده الحوار المطلوب يعني. عارف لما طلعت مسيره مجموعه نسائيه بعد كده وقفت، ما حدش عمل لها حاجه، ما هو انت يعني لازم يكون في مشكله عشان ما حدش يعمل لهم حاجه. كان من الاول كلمت انت رئيسك يا فندم تمر بسلام احسن وكده وبتاع، مش عارف ايدك يعني، وتمر بسلام. الحاجات الصغيره دي تخلق تضامن اكتر، تخلق تضامن اكتر. والمصريين على فكره لما بيعمل المسؤول حاجه بيبقى زيتين جدا يعني. نعم. بيبقوا فرحانين جدا انه عمل حاجه يعني، عارف، على العكس بقى لما بيتنشأوا وبيبقوا زيطين جدا وفرحانين جدا. طيب ابراهيم عبد المجيد كتب في مقاله عنوانها لا اقصاء ولا تصالح. ده صحيح. يعني ايه؟ ده المقاله دي بقى لها اكتر من سنه تقريبا، كانت في اليوم السابع، لان كان في كلام كتير عن ان يتم التصالح مع الاخوان والمفاوضات معاهم، فانا كتبت قلت هم مش دوله تانية عشان نتفاوض معاهم، هم مصريين. يعني انت رافض يعني التفاوض؟ اصلا التفاوض مع ايه؟ مع كتله، مع دوله تانية. لما هتتفاوض مع ناس معاك في مصر،
لا الناس دي تمشي حسب القانون، بس تعمل القانون اللي الناس تمشي عليه. يعني ما هو احنا عندنا تصور غلط للقانون، ان القانون الناس تسمع كلام فيه. ما هو لازم القانون يكون عادل. اعمل القانون اللي يخلي الناس سواسيه، ما يفرقش بينهم. في الحاله دي الناس تمشي حسب القانون، واللي يخرج عن القانون حسبه. ولا تقصي ولا تصالح، هتتفاوض؟ هي دوله تانية محتله، هتتفاوض تديهم ايه؟ ما هم زيهم زينا، ما هو عايشين في وسطينا. انما يمشوا زينا بس في القانون الذي، يعني مثلا في عندك قانون اللي هو مش قانون الحقيقه، ما بقاش قانون، هو لسه ما اتعملش قانون، اللي هو مثلا في الماده الدستوريه ان ما فيش اقيام احزاب على اساس دين. في احزاب سلفيه. طب اشمعنى دول؟ اشمعنى دول؟ طب يعني اختار دول ليه؟ عشان مثلا يعني كانوا معاك في 30 يونيو؟ مش حكايه 30 يونيو برضه، ما هو مش موضوع 30 يونيو، موضوع ان في دستور. يعني عارف حضرتك؟ يعني شايف ان القاعده تطبق على الكل؟ على الكل، حل كل الاحزاب. واللي يخرج بقى عن القاعده، انا بديك امثله. واللي يخرج عن القاعده يتعاقب بالقانون. انما انا هتفاوض، طب انا ممكن نفس المنطق ده اتفاوض مع السلفيين، واتفاوض مع الاشتراكيين الثوريين، ويبقى عندي خمس ست دول داخل الدوله. لا، هم مواطنين في النهايه. طب بس يعني في هم، نعم هم مواطنين، هم مصريين، لكن بيمارسوا اعمال ارهابيه القانوني ضد القانون. المجتمع ما هنا القانون. والناس هنا القانون. انا مش بقول لك سيب الارهاب، الارهاب ده مهمتك الاولى. نعم، المهمه الاولى للدوله هي الارهاب، والشعب كله متضامن في هذه المساله سواء اردنا او لم نرد. يعني في ناس بتقبض على ناس، بتمسك بتحط انابل، ولسه في اسكندريه موتين واحد كان بيحط قنبله، وانا ما بحبش حد يموت حد، يعني كانوا سلموه البوليس اكتر. لكن ده موضوع منتهي. الارهاب لا يقيم امه ولا يقيم دوله، ولا بد من استئصاله. لكن بعيد عن الارهاب بقى، ما تخش في المجتمع العادي، يبقى في قانون بيحكم الجميع. الارهاب ليه قانون وكلنا معاه. بس هل العمليه بتتم بالرومانسيه ولا عشان انت اديب ومؤلف ممكن مبدع؟ ممكن تعتبرني اديب برضو. أنا لا أديب يعني، انا قصدي يعني ممكن كده، بس انا حكمه التاريخ يا استاذ محمد هقول لك على حاجه. يعني عبد الناصر مثلا عمل قد ايه حلو للشعب المصري؟ كتير جدا، كتير. بس هزم في 67. ليه اتهزم في 67؟ ليه؟ لانه ما كانش يعرف ايه المشاكل الجيش اللي عنده، مفيش ديمقراطيه عنده، محدش بيقول له، ما عندوش ديمقراطيه في البلد، فتهزم. يعني عارف السادات مثلا، ودور في التاريخ وهتلاقيها. عبد الناصر عمل حرب 67 والمعتقلات مليانه ناس، واخد بالك؟ السادات قبل 73 طلع ناس كده معتقلات، طلعهم كلهم، هو سجلهم بعد كده 75، بس طلعهم، هو كان ذكي، طلعهم بعد كده. واسرائيل ما فهمت، لم تفهم هذه الاشاره، ما فهمتهاش اسرائيل. يعني فكروا يعني هو كان بيتكلم عن ديمقراطيه كتير وما بيعملش ديمقراطيه، بس المهم ايه؟ طلعهم. فانت دلوقتي قدامك عدو صعب جدا، فما تخليش في مشاكل صغيره. دي مشاكل صغيره بالنسبه للارهاب. الارهاب قضيه كبيره جدا، كبيره جدا. وهو مش ارهاب بس جوه، اللي جوه ده قياسا على اللي بره ولا حاجه. انت عندك دلوقتي اللي بره بيفتق، عندك لفه جايه عليك من ليبيا. يعني انا لما حتى كلمتك في البرنامج، لما كلمتني قلت لك انا مأيد الضربه دي ومعاها، وبالعكس عاوز اكتر منها، لان اللفه من جايه من ليبيا، والتخطيط انها تيجي من ليبيا. لان فكره تقسيم الوطن العربي دي، ومش تقسيم بس، ابعد من التقسيم. يعني انا فاكر كيسنجر بعد 73 كان ليه كلمه، بس انا مش فاكر الكتاب او خطبه او كتاب او مقال، لان ما احتفظش بالحاجات دي. يعني قال ان العرب لازم يرجعوا للباديه يرعوا الغنم تاني، واحنا ناخد النفط. وده اللي بيحصل. هو قال ان العرب انتصروا في حرب 73 لسببين. اتحادهم يعني، أيوة. كانوا مع بعض، أيوة. واتنين النفط لما استخدموه كسلاح. واحنا نجرد العرب من السلاحين دول. بس لا، وقال يرجعوا رعاة تاني، يرجعوا تاني. وده اللي بيحصل دلوقتي. يعني مفيش حد معصوم من الحكايه دي، ولا قطر معصومه، ولا الامارات معصومه، ولا السعوديه، ما حدش معصوم. بس هي مكان في دول عندها استعداد. الدول عندها اكثرهم كان العراق وسوريا. ليه؟ لان القمع هناك شديد والطائفيه كتيره. يعني التقسيم او استهداف العراق وسوريا وجد ارض خصبه. ارض خصبه بسبب القمع. قمع نمره واحد. نمره اتنين، كمان في هناك جنسيات، وفي هناك اديان، وفي هناك لغات، طوائف، وفي طوائف. فاحنا ما عندناش، ما هو اللي ما حدش فاهمه من هؤلاء الاغبياء بقى اللي بيحاربوا مصر، ان مصر على طول تاريخها ما فيهاش ده. يعني ايه اللي عندنا في مصر ممكن يكون مستقل؟ النوبه، انا بدافع عن حق بتوع النوبه اكتر من بتوع النوبه، ويمكن حضرتك والناس كلها. واطيب ناس في الدنيا هم الشعب النوبي. عندنا الامازيغ حبه قد كده، وهم عايشين حياتهم في سلام، مفيش مشكله، ما عندناش حاجه تاني.
فاحنا طول عمرنا لا يشكلوا نسبه من يعني هم عايشين ومع ذلك تحتقب ما حدش بيقول لهم انتوا امازيغ يعني واخد بالك. فالناس عايشه يعني واخد بالك والناس كلها مطالبها اجتماعيه واقتصاديه مش مطالب دوله مطلب المسيحي زي المسلم زي اي وهو حد. ده الغباء اللي حاصل ان احنا مش الاكل والشغل وفرص العمل والمواصلات فكتير قوي من الدول العربيه عندها استعداد للانهيار الا مصر لاسباب بقى احنا يقولوا مصر الله عصمها وكلام ده حلو جدا جدا بس حاجه تاريخيه ان مصر الجنسيه مصر اللي في جنسيات ان النسيج نسيج واحد حتى بدو سينا القبائل دي هم مصريين جدا دول ناس اكبر ناس ساهموا في مقاومه اسرائيل بعد 67 وكانوا هم الواجهه السريه للحرب العصابات والعمليات العسكريه السريه هم بدو سينا لانهم مصريين احنا اهملناهم بس فبقى عندهم مشكله ودقيناهم وعذبناهم وتعبناهم في العصر الماضي يعني وكان حاجات بقى كتيره جدا بس احنا هننتصر عشان احنا نسيج واحد ولا هننتصر لازم في حاجات احنا عشان احنا لازم نحافظ على النسيج الواحد شعبا ودوله الشعب مفيش فيه حاجه يعملها غير انه ايه اغلبيته موافقه الدوله هي اللي تحافظ بقى هي اللي تحافظ على النسيج ده تحافظ على النسيج ده عاوز مساحه اهداف غير تتحقق شويه حاجات منها تتحقق شويه يعني النهارده مثلا انا لقيت خبر ما مت بالضحك ان قانون تنظيم مجلس الشعب في هيعرض على المحكمه الدستوريه بعد عوار في عوار على المحكمه الدستوريه هيئه المفاوضين بتطالب بانه طيب. هو قانون فيه طب عوار طب افرض بقى القانون ده طلع فيه عوار وباظ من الاول تاني طب اللي حط القانون ده حطه ليه عشان يترفض طب ليه وجع دماغ ما هو ده بقى انا بقول لك ايه يعني اللي موجود في الدوله يعني من يفخر الدوله ما مش معقول كده يا جدعان ارحمونا يعني في واحده النهارده واحده يعني زلطيفه على التويتر بتقول انا من يوم ما هيت على الدنيا كل القوانين بتطلع فيها عوار دستوري ضحكت موت من الضحك يا جماعه ارحمونا شويه الدستور عندكم مكتوب ده بنص فرانك يعني لو جبت النسخه منه بنص فرانك تقراها وما تعملوا ما تحطوناش في المواقف دي احنا عايزين نقطع طريق قدام وده يجي بالحسم يجي في الدوله فيها كفاءات دور عليها وهاتها انت شايف في كفاءات؟ في كفاءات دور عليها وهاتها يعني مقتنع ولا ده كلام بنقعد نردده؟ لا مقتنع وفي كفاءات بس انت انا مش هقول لك خد الشباب اللي عنده 20 سنه 18 سنه اللي عنده 40 سنه خريج جامعات اجنبيه ودراسات اجنبيه وكده في ايه 40 و35 و30 في كفاءات في مصر كتير جدا بس دور عليها فانت على الدوله اكتر من الشعب انها تحافظ على هذا النسيج ما تديش فرصه لحد يلعب فيه جوه ولا بره تبتر على طول تبتر تقدم حاجات للناس تقدم حاجات انا مش هقول لك اقدم لهم فلوس تقدم نوع من الراحه النفسيه للناس شويه بس يعني المصريين محتاجين نوع من الراحه النفسيه يعني مش كل شويه مجزره ومعركه ناس ميته في الشارع ناس ما اعرفش ايه يعني بالراحه شويه يحلوا مشاكل عاجله ايه من وجهه نظرك الحكومه يعني طبعا الجانب ده مهم جدا اللي اتكلمت حضرتك فيه انا معاك الجانب الثاني هو التعليم لازم يتقلب الأصل على العقب يتقلب ازاي حط له اهداف عظيمه مش موضوع انك تعلمه ان الاخوان وحشين او ده وبتاع ما ده سهل لا انا عاوز تعمل يعني هقول لك هديك مثال وده موجود في كتب التاريخ العصر القبطي اللي هو العصر الروماني بلاش اقول العصر القبطي اقول العصر الروماني من القرن الثالث قبل الميلاد بعد الميلاد للقرن الثامن لغايه ما دخل الاسلام مصر 5 قرون دول كلهم في كتب التاريخ سطرين معركة كليوباترا وأنطونيو مع القيصر وخلاص ومذبحة اسكندرية وخلاص يا عم ده كان عصر كله فن وأدب وثقافة وكانت اسكندرية عاصمة العالم ومصر منارة الدنيا يا عم زودولي شوية ما عندهمش مثلا في كتب القراءة مثلا ملوا صفحتين بدل سطرين ما عندهمش مثلا دروس عن الفن في الكتب المطالعه ولا القراءه الفن يعني هو الفن التشكيلي والسينما والمسرح ومفيش المبدعنا الكبير الراحل ثروت عكاشه عامله مجلد موسوعه ده غايب جدا التعليم كمان مش كتب بس المدارس نفسها كانت زمان على ايامنا مراكز ثقافيه دلوقتي المدارس كلها تزويق ودروس خصوصيه المدارس زمان كان فيها جامعات للفن وللشعر وللادب وللرحلات وللموسيقى كل ده اختفى الا من بعض المدارس الخاصه بس في واحد هيبقى قاعد شايفك دلوقتي يقول لك جرايه يا استاذ ابراهيم انت مش عايش معانا ما انا عايش احنا اولا ما معناش فلوس والدوله بتحارب الارهاب لا ما ده الغلط ما انت ما تاخدش الارهاب بحجه للتاميم التطور ده بالعكس الارهاب له سكتين سكه عمليه للدوله نفسها الجيش او الشرطه
وسكه عمليه تانية اللي هي تطوير المجتمع نفسه. لان الارهاب بيجي منين؟ وانا زي ما قلت لحضرتك، ناس مقتنعه بالافكار المتخلفه دي وناس متضامنه معاهم لاسباب ماليه واسباب، يعني في ناس بتيجي من اوروبا. انا عندي تصور يمكن يضحك شويه، بيجوا ليه بقى؟ اللي بيجوا من اوروبا دول ده هناك عنده كل حاجه. انت عارف في الاوروبيين حاجه اسمها الميسفيتس، يعني اللي هم غير متوافقين مع المجتمع، الهامشيين رغم انهم شغالين كويس، اللي مش مقتنعين بالحضاره الغربيه وكده وبتاع. فممكن يجي في حاجه زي دي كنوع من التجربه. وناس تانية ممكن تيجي عشان الستات، لما ما في طب ما في اوروبا الستات، لا بس ما انت عندك اماء وعندك غلمان وعندك حاجات، ما في ناس كده يعني الدنيا يعني مبحبحه خالص يعني، واخد بالك يعني، ومجانا يا عبده يعني، واخد يعني. دي اسباب كتير، وفي طبعا ناس مقتنعه اصولهم اسلاميه، اصولهم كذا يعني، عائلاتهم او كده او بتاع، هم انواع كتير يعني من البشر. بس في التاريخ لما بتظهر هذه الجماعات المتطرفه اللي حضرتك بدات حديثك وقلت اكثر تطرفا من الخوارج، صحيح، كيف تنتهوا يعني التاريخ؟ ما هو بينتهوا بس في دم. هو يعني على طول التاريخ الحكومات بتكسب على طول الدول يعني الدول. الارهاب ما بيكسبش بس بيسيب دم، بيسيب دم، بيسيب دم. عمر الارهاب ما كسب يعني. انا مثلا السادات رغم ان انا كنت معارض ليه من شباب ساعتها، المعارضين ليه، لما اتقتل قلت لا، الاغتيال لا يصنع دوله، ده يصنع دوله دكتاتوريه. وده اللي حصل، وده اللي حصل. مبارك ظل وصبرنا بقى احنا على مبارك على ما يخلص على الارهاب لغايه ما خلص علينا. واخد بال حضرتك؟ هي دي المشكله. الارهاب اكبر، رغم ان هو اكبر مضاد للدول، انما هو اكبر مساعد على الدكتاتوريات. ولازم نفهم ده. ومحدش يقف معاه على الاطلاق، لا نكايه في الدوله ولا في اي شيء. لان الارهاب هو داعم سواء اراد او لم يرد للدكتاتوريه في كل البلاد. كل البلاد. في كل البلاد. عمره ما عمل دوله. شوف لي اي دوله عملت ارهاب. طالبان مثلا لما حكم، شوف عمل ايه في الشعب الافغاني. ما كانش في دوله، ما كانش في دوله، كان في حكام كده ماشيين على مزاجهم، ما عملش دوله يعني، عارف حضرتك. وبرضه اتعمل بصناعه امريكيه ومصريه وسعوديه في اخر السبعينات، فلوس من السعوديه. او خلينا نقول ان كلنا شاركنا فيه يعني. لا كان في حاجات معروفه يعني، الشباب اللي سافروا لافغانستان كانوا بيتدربوا هنا، الاسلامي كانوا بيتدربوا هنا في اخر ايام السادات وفي عصر مبارك في الاول. ما حدش كان يعرف النهايات اللي اتعرفت او ما حدش سال نفسه طب الشباب دول بعد ما يحرروا افغانستان. هو السؤال ده، السؤال بقى اللي شاغلني، معقول امريكا لحد دلوقتي مش فاهمه؟ امريكا اللي هي طالبان لفت لف بلاد، لف لف مصنعه امريكيه وضرب لها برج التجاره، مش فاهمه؟ لا هي فاهمه انها بتصنع عدو ممكن ليها، بس عندها ثقه انها تقضي عليه، بس العدو يخلص على المنطقه، يخلص على يخلص على المنطقه، وتبقى هي حره بقى فيها، تقسمها بقى وتسيطر عليها وكده، وتبقى براحتهم بقى، تاخد صلواتها بالراحه وكده وبتاع. من 100 سنه مش ممكن يكون مش فاهمين ده. ما انا لسه عايز ارجع مع حضرتك. من 100 سنه كان في اتفاقيه سايكس بيكو الشهيره، صحيح، 1906 او 6 يعني، بتتكلم ما يقرب من 100 سنه، تقسيم الفرنسيين والانجليز اللي هي كان القوتين الاعظم بريطانيا وفرنسا. هل رأت أمريكا أن بعد 100 سنة أو 110 بقى إحنا محتاجين سايكس بيكو؟ هي شايفة ده من بعد الحرب العالمية الثانية، بس بدرجات. بعد الحرب العالمية الثانية 48 ب 46 لما خلص، بس بدرجات. يعني حتى دخولها ايزنهاور مثلا لما دخل مع مصر في الحرب، ما دخلش معركة بس كان مؤيد لانسحاب البريطانيين والفرنسيين. نعم. كان كده، لا أنتوا ما تجوش تاني، أنا اللي أجي، أنا القوة الكبيرة دلوقتي، فشلتوا خلاص. يعني عارف، لأن الحرب العالمية الثانية طلعت فيها أكبر قوة فيها أمريكا. هي اللي دخلت دخلت امريكا وروسيا مع بعض، مع بعض، ومعهم بريطانيا وفرنسا بقى ضد دول المحور، فرنسا ايطاليا واليابان ثم تحررت وهكذا. فلا، فبدات من ساعتها، بس بدرجات، بس بدرجات. دي بقى الفرصه السانحه ليها. بس طبعا دي برضو رهان غلط، برضو ده رهان غلط، ده رهان غبي، ده رهان غبي، لانك انت ممكن ما تثقش ابدا في اصحاب هذه الجماعات على الاطلاق. دي الطوائف دايما في التاريخ تقتل من ساعدها، تقتل من ساعدها. العباسيين اول ما جم جابوا ابو مسلم الخراساني قائد العسكري الكبير بتاعهم، قتلوه، اللي عمل الانتصار العباسي على الامويين. والفاطميين اللي كانوا متضامنين معاهم طردوهم من بغداد، جم على مصر، قعدوا شويه في مصر غرباء وطلعوا على المغرب. 30 سنه في المغرب في السر عملوا الحركه الفاطميه، وقتلوا رئيس او حاكم دوله الاتابكه. وبعد ما قتلوه القائد العسكري بعت 2 عساكر يقتلوا الوالي بتاعهم الروحي، الشيخ بتاعهم، صاحب الدعوه. فقال له انا صاحب الدعوه، قال له بس انت علمتنا نسمع كلام رئيسنا القائد بتاعنا، وقتلوه عشان تنتهي القصه. يبقى هو العسكري اللي حاكم، وانتهى طول عمر الطوائف تجهز على من ساعدها. والتفكير ده تفكير طائفي، لا ديني ولا احسنون، هو تفكير طائفي، خد الدين سكه.
والدين اسرع حصان مؤازر يركب اي واحد، وخصوصا في البلاد الفقيره، البلاد الفقيره اللي فيها جهل ومرض اسرع. واحنا طبعا ال 40 سنه دول سيطر على الجهل، اشتغل جامد جدا في مصر بشكل مرعب. يعني خلينا نقول ان حضرتك تعرضت لده في روايتك هنا القاهره، صحيح، وعايزين نتكلم فيها كيف وصل التيار الديني للحكم، لكن يعني خلينا هنطلع فاصل وبعد الفاصل نواصل حوارنا مع الأديب والمبدع صديق العزيز الأستاذ إبراهيم عبد الجيد. Thank you.